منى، في البداية كيف تقيمين هذه الحادثة التي حدثت مع هذه الطالبة في كلية التجارة في طنطا؟ كيف تقيمين موقف الطالبة وموقف أستاذ الجامعة؟ في الحقيقة في هنا اتحكى لنا كذا بعض. أول حاجة الطالبة طلعت تليفونها أثناء المحاضرة، وده خطأ. لكن الأستاذ الجامعي اللي هو المفروض أكبر منها، وإن هو على قدر من المهنية، لأنه مش بس أستاذ جامعي، لأ ده كمان عميد الكلية، كان المفروض يتصرف بطريقة مهنية، يعاقبها عقاب إداري، مش يمسك تليفونها يكسره، لأن مسك تليفونها يكسره ده جزء من ثقافة الحكم العسكري اللي هي البلطجة، الاعتداء على الملكية، الاعتداء على الخصوصية. التليفون ده فيه خصوصيات الإنسان اللي هو بيمتلك التليفون، فهو ضرب الحائط الثلاث حاجات دول، مسك تليفونها كسره، طبعا استفزها، فهي ردت عليه قالت له أنا هوريك. البنت هنا بترد عليه بتقول له أنا هوريك، لأن هي شافت تليفونها اللي هي سامعاه غالي طبعا وملكيتها، وكل واحد فينا بيرتبط بتليفونه لأن حياته كلها بتدور حوالين التليفون وعلاقاته واتصالاته، فهي عارفة إنها لو سلكت أي مسلك مش هتاخد حقها، فقالت له أنا هوريك. ما هو هنا بقى يعني كل واحد بيتصرف طبقا لشريعة الغاب، لأن كلنا عارفين إن مفيش قانون، وكلنا عارفين إن مفيش حد هياخد حقه. لو الحادثة دي كانت حصلت في بلد بتحترم نفسها، أولا هو مش من حقه يعاقبها على إنها مسكت التليفون في المحاضرة إلا لما يكون هو قايل لها أولا قبل ما تخش الكلية إن ده تصرف غير مقبول، ويكون هو مديها كل الرولز دي القواعد دي، وتكون هي ماضية عليها. يعني كل حاجة بتكون منظمة. يعني هل انت قلت، لكن ربما هذا ما تعرف عليه، يعني هذا ما تعرف عليه انه لا يجوز استخدام الهاتف اثناء المحاضره او وجود الاستاذ الجامعي. طبعا هذا ليس مبرر طبعا لما فعله. نعم. المفروض يكون معروف استخدام التليفون والاستاذ واقف يسرق، طبعا دي حاجه مش مقبوله، بس هو تعامل معانا بطريقه بلطجه، لان هو اصلا استاذ جامعي، واحنا كلنا عارفين الاساتذه الجامعيين بيتعينوا ازاي، مش من عصر السيسي بس، لا ده من عصور سابقه، من ايام عبد الناصر ومن ايام السادات ومن ايام مبارك، كلهم بيبقوا متعاونين امنيا ومرضي عنهم امنيا. اساتذه الجامعه على دين وزيرهم، ووزيرهم على دين قائد الانقلاب اللي معينه، وزيرهم اللي هو وزير التعليم العالي اللي هو جاي. لكن ليس ايضا على الاطلاق، يعني ممكن نقول ان العمليه نسبيه، ليس على الاطلاق ان كل اساتذه الجامعات بهذه الطريقه. يعني شاهدنا اساتذه الجامعات من افاضل الناس في كثير من الاحيان وفي كثير من الاوقات. حضرتك بص للنسبه كيف نعم. مكان نعم، يعني ليس الكل، ايضا خلينا نتفق على هذه النقطه، ليس الكل، ممكن يكون هناك نسبه كبيره لكن ليس الكل، لانه الاطلاق ايضا ربما غير عادل في ذلك. نعم يعني حضرتك بتتكلم عن عميد، مش بس استاذ جامعه، ده عميد، يعني اكبر فكر في الجامعه، اكبر راس في الجامعه، فهو اتصرف كده. وبعدين رد عليها برد اوقع من فعلته الاوليه اللي هي كسر التليفون. نعم. ان هو رد عليها رد ما يردوش واحد يعني رد شوارع، اسمح لي في الكلمة. نعم نعم. لا طليق بمنصبه، ولا طليق بسنه، ولا طليق في كراجل تربوي أو كراجل معلم، ولا أي حاجة. فهو عارف إن دي الثقافة السائدة في المجتمع. إحنا دلوقتي بنسمع عن إن قوة أمنية راحت تعتقل الواحد، بتلم الفلوس من البيت، بتلم التليفونات من البيت، فدي ثقافة سائدة. فهو ليه ما يعملش كده؟ ليه ما يمسكش التليفون يكسره؟ هو عارف ان هو هيعدي، يعني حتى انا عرفت ان البنت راحت اعتذرت لي، وبعد ما اعتذرت لي هو كمان اللي بتشرف عليها، يعني هو بيقول لها تعتذري لي قدام الناس. طب انت حضرتك مين هيحاسبك على اللفظ اللي انت قلته؟ مين هيحاسبك على تكسير تليفون البنت؟ مفيش. محدش هيحاسبه.
فإحنا كده يعني إحنا بنعيش في مجتمع تسوق البلطجة. أما على الطلبة اللي كانوا قاعدين وضحكوا، أنا في الحقيقة ليا رأي في الموضوع ده، إن دايما الطلبة في المدرج بيضحكوا على أي شيء، أي حاسة بتكون فيها إكسايتمنت أو يعني بيكون فيها خروج عن السياق بتاع المحاضرة بتكون يعني بيضحكوا، ده بيحصل في أي حتة. لكن بعد كده هم لما هيفكروا هم ضحكوا على إيه هيعرفوا إن الأستاذ ده غلط. ده بعيد طبعا عن ان جزء كبير من الطلبه دول اساسا يعني ممكن برضو نلاقي فيهم جمهور محمد رمضان، ممكن نلاقي فيهم الناس اللي هي بتشجع الكلام دوت، الناس اللي هي اوكي مع اي لفظ يتقال زي كده، فبرضو دي حاجات لازم نبص لها يعني من كذا زاويه. نعم، وصفت الفكره. شكرا لحضرتك دكتوره منى عمران ناشطه السياسيه، كنت معنا ضمن هذه الحلقه من مباشر مصر. أعود إليك مرة أخرى.